إن الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء اقتصاد وتنسيق هو خير استراتيجي خيار استراتيجي من أجل ضمان مرافقة مسار التنويع الاقتصادي وكذا الاستثمار في جميع الإمكانات المتاحة والفرصة التي تضمن الخروج من التبعية للنفط. وهذا بالاعتماد على المؤسسات المصغرة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة باعتبارها من محركات النمو الجديد. ولهذا الغرض فإن موضوع الرقمنة الذي حظي بأولوية قصوى في برنامج رئيس الجمهورية وبالتالي في برنامج الحكومة قد كان مدروسا بدقة لما توفره الرقمنة من مزايا خاصة في ربح الوقت والجهد.